عليكم وصلت ديالي، مرحبا بكم معايا مرة أخرى في فيديو جديد اللي عنده علاقة بالبراونيز وبالباتيسري الفرنسية. براونيز واحد الحلوة غزالة غزالة بزاف، كنصحكم تجربوها كتجي معلكة، خصوصا بهذه الطريقة وهاد لي زاستيس أو الأسرار اللي غادي نقولكم في هذا الفيديو هذا. كنتمنى تتبعوا حتى للآخر باش تكتشفوا شنو هي الخبايا سر نجاح البراونيز وكيفاش كتكون في المحلات التجارية الكبرى. هاد الطريقة وهاد المعنى محلات التجارية الكبرى عندهم هاد السر هذا اللي هو في هاد الفيديو. تابعوا معايا حتى الاخر ونبداو على بركة الله. اول حاجة غادي نبدا بها هي الشوكولا والزبدة، غادي ندوبو مع بعضيتهم 360 غرام 360 غرام قد قد، غندوبو في حمام مريم او في ميكرووند وغادي نخليهم اكوتي حتى يبردو واحد شويه، عاد غادي نستعملهم على لاباراي اخرى اللي كتكون من الزبده من البيض والسكر. انا في وسط اناء غادي نعمل البيض والسكر مع بعضيتهم وغادي نخلطهم بالخلاط اليدوي، واللي عند الخلاط الكهربائي تخلطوا، ولكن ماشي الغرض ديالنا اننا نطلعوا لاباغي بحال اللي غنطلعوا الكيك، يعني مجرد اننا نخلطوه وندمجوا السكر ما يبقاش باين في وسط البيض، غادي ندمجوه مع بعضيتهم حتى يذوب السكر، حتى نشوفوا الخليط بدا كيبيض معنا شويه، يعني ماشي نخفقوه حتى نطلعوا الحجم ولا الفوليوم ديال البيض، غادي نخفقهم مزيان. وفيديك الاثناء غادي تكون الزبده ولا الشوكولا ديالي كيدوبوا، خليتهم كيبردوا واحد شويه، عاد غادي نجي ونعملهم على لاباراي ديالي. شنو الهدف ديالو اننا نخليهم يبردوا؟ هي باش ما يطيبوش معنا البيض، حيت الحاجه سخونه مع البيض كتخليهم يطيب. غادي نفرغ الخليط ديال الشوكولا اللي دايبه معايا، كيف ما قلت لكم خليتها تبرد ولكن ما تبردش بزاف باش ما تقلش معنا، نضطروا اننا نسخنوها وغادي تحرق. غادي نخويها على الخليط البيض والسكر وغادي نبقى نخلط حتى يندمج معايا جميع العناصر والمكونات، وديك الساعه غادي ندوزو لمراحل اولى المقادير اخرى. بالنسبه للبيض انا عملت 5 د البيضات، كانوا عندي كبارين واللي عندها صغارين تعمل 6، اما بالنسبه لقياس الزبده تبقى محافظه عليه ما تغيرش فيه، غير وكان على حساب البيض بعض الساعات كيكون صغير وكبير باش يعطينا القياس ولا العبر هو هذاك. نتبعوا هذا الشيء اللي كنقول لكم. انا هنا غادي نبقى نخلط العناصر مزيان حتى يندمجوا لي، ونبقى نخلط من فوق لتحت باش ما تطيحش معايا لاباري، ونخلي في هذيك الهواء داخل باش ملي نجي نخلط الدقيق والمواد اخرى الناشفه تبقى عندي لاباري واقفه، يعني ماشي جاريه وماشي طايحه، باش ملي ندخل الفران طيب تبقى شاده لا فورم ديالها. غادي نجيب غربال صغير وغادي نغربل فيه الخميره الكيميائيه وبودرة الكاكاو، ضروري ما نغربلهم باش نتفادى اي حبيبات اللي غادي يكونوا معايا للهمل هادو. دائما اي حاجه ناشفه ندوزوها في الطاميز او الغربال هي الاولى، عاد نستعملوها في اي بريباراسيون عندنا باش تفادوا اي حاجه تقدر تكون فيها. موراها غادي نعمل الدقيق، غنبقى نستعملو شويه بشويه الدقيق، غادي حتى هو ضروري ما ندوزو في الغربال، وانا كنفرغ على الخليط ديالي وغادي نبقى نخلط غير بشويه من فوق لتحت باش نحافظ على القوام والتكستور ديال لاباري ديالي تبقى واقفه ومهويه من داخل، باش كيف قلت لكم ملي طيب ما طيحش، يعني ما يجيش ديك البراونيز مدقس يعني طايح او معجن. غادي نبقى نزيد شويه بشويه وانا بالغربال حتى نشوف القياس ديال الطحين ديالي دخل في هاد لاباري هادي كامله او في هاد الخلطه كامله في هاد الخليط، يعني ماشي احسن درجات انه يرجع ثقيل. وملاحظه اخرى، ما نبلغوش في التحريك، ما نبلغوش في التخليط ديالو بزاف، حيت هذا ماشي كيك عادي، هذا براونيز خصو يبقى شابر القوام ديالو باش كيجي معلك، السر ديالو هو كيجي معلك. باقيين اسرار اخرين غادي نزيد نقول لكم باش تحصلوا على براونيز ناجحه، تابعوا معايا الفيديو. غادي نزيد نكمل على الكميه الدقيق اللي عندي كامله،
وغادي نبقى نخلط بنفس الطريقه ونفس الوتيره، يعني بالغربال وانا كنغربل غير شويه بشويه باش نتفادى اي حاجه غتكون عندي في الدقيق، وفي نفس الوقت لا باغي ما يكونش فيها البويرات، ونضمن ان الدقيق متداخل في الخليط كامل. وبالنسبه للتحريك من تحت لفوق غير بشويه من تحت لفوق حتى كنشوف الخليط ديالي كامل دمج، وكنزيد كميه اخرى دقيق حتى كنسالي في مره. كيف ما قلت لكم نصيحه هي ما تبالغوش في الافراط ديال التحريك ديال الخليط، لان هذا غادي يخليها تجري معكم وغادي يخرج منها ديك الهواء اللي غادي يخليها تنفس في الفران وتعطي الحجم ديالها والارتفاع. من بعد ما خلطت الخليط ديالي كامل مزيان، عطاني خليط متجانس، غادي نجيب النوى او القرقاع ديالي وغادي نضيفه على الخليط. بالنسبه للقرقاع غادي نهرمشو غير شويه، انا ما غادي نخليه شي مفرتت بزاف، انا بغيت ديك القطع ديال القرقاع يبانوا في البراونيز وحتى في المذاق ديالهم نحس بهم كيجيو غزالين مقرمشين. قبل ما نستعملوه ضروري نمسحوه من الغبره اللي كتكون فيه عاد نستعملوه. غادي نخوي نكب الكميه ديالي كامله في الخليط وغادي نخلطو من الفوق لتحت حتى نشوفو كامل دخل في الخليط، وغادي نجيب من موراها طاوه اللي غتكون ديجا مدهونه بالزبده ومرشوشه بشويه ديال الدقيق، ضروري باش ما تلتصقش معنا في الفرن. كيف ما كتشوفوا الخليط ديالي ماشي ثقيل وماشي خفيف بزاف، راه مويه وهذا هو القوام ديالو. وغادي نعملو دابا في الطاوه وغادي نسرحو مزيان، غنعوضو من جميع الجوانب باش نضمن انه يطيب ويجي في قياس متناسق، عفوا يعني يجي قياس واحد ماشي طالع ماشي هابط ماشي. بعد ما فرغت لاباغي ديالي في الطاوه وعوضتها، دابا غندخل الفرن على درجه 180 لمده 10 حتى 12. كاين اللي غادي يحتاج انه يطيب حتى 15 دقيقه، هذا كيبقى على حسب نوعيه ديال الفران، ولكن ما نبالغوش في الطياب ديالها باش تبقى معنا معلكه وما خصناش تنشف، هذا هو السر الاول. دابا من بعد ما خرجناها من الفران كيف ما كتشوفوا غادي نخليها تبرد هنايا في المطبخ، يعني في حراره المطبخ تبرد واحد شويه، وغندخلها للثلاجه ضروري تبات معايا ليله كامله عاد نزينها او نقطعها ونقدمها، هذا هو السر الثاني. من بعد ما خليتها تبات ليله كامله في الثلاجه جبدتها لغدا وزينتها بصوص شوكولا اللي عملت شوكولا دايبه مع شويه ديال الزبده باش كتعطي لمعان، هذا هو السر الثالث، زبده مع شوكولا باش كتعطي لمعان. وغادي نعملها على البراونيز ديالي، انا هاد البراونيز بغيت نزينه بهذا لاصوص شوكولا، واللي ما بغاش هذا كيبقى اختياري، كاين طرق ومسائل اخرى للتزيين، هذا كيبقى على حسب ذوق المتوفر كل سيده في البيت. انا هنا غادي نعوض صوص الشوكولا ديالي فوق البراونيز، وغادي نزيد نزينه بحبه ديال القرقاع وغادي نقطعها وغادي تشوفوا الشكل ديالها في الاخير. السر اللي قلت لكم ضروري انها تبات في الثلاجه ليله كامله. دابا غادي نشوفوا الشكل ديالها الاخير اللي هو هذا، كيف ما كتشوفوا معايا جات غزالة ورائعة شكلا ومذاق. وهكذا غنكون وصلنا لنهاية الحلقة مع نجاح البراونيز وسر الأسرار ديالو ديال النجاح، كيف الباتيسريات والمحلات الكبار صراحة هذه مقاييس أو مقادير مضبوطة وعلى ضمانتي غادي تنجح معكم، وغادي تعاودوها وتعتمدوها دائما في وصفاتكم. وكنتمنى تزيدوا تتبعوني تدعموني باش نجيبكم كل ما هو جديد ومفيد واقتصادي وسهل. بالنسبة للناس الجدادين مرحبا بكم عندي، وما تنسوش تشتركوا تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ودعموني بلايك باش نكون دائما عند حسن ظنكم. واللي بغى يزيد يتواصل معايا كاين مواقع تواصل اجتماعي اخرى غنخلي لكم في صندوق الوصف، ودمتم في لقاء اخر معايا وفي رعاية الله وحفظه،